السؤال الثاني يا شيخ، كيفية الثبات على مبدأ أهل السنة والجماعة في هذا الوقت الذي انتشرت فيه المذاهب والفرق ومحاربة لدين الله في كل شيء؟ كتاب والسنة، استمسك بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ركز في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصادق فئة من الصالحين. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. عندك كتاب وسنة، الزمهما مع مصادقة الصالحين من ذوي المنهج السليم، ولا ترتبط بجماعة من الجماعات. أنت مسلم أخ لكل المسلمين. تمام يا شيخنا، الله يبارك يا شيخنا، أن تدعو لي بالله عليك. الله يوفقنا وإياك ويسلمنا وإياك.